تم افتتاح مبنى غرفة التجارة والصناعة في مدينة أخترين. قام المجلس المحلي بإنشاء هذه الغرفة، غرفة التجارة والصناعة، لتسهيل عمل التجار والصناعيين لمنطقة أخترين وريفة. بلغ عدد التجار أكثر من 700 تاجر وصناعي في مجلس أخترين المحلي. جهودهم واضحة يعني في النشاط التجاري، تسهيل العمل الإداري ومن خلال هذا المبنى وهي الغاية، اجتماعات تجار ولقاءات تجار أيضا غاية هذا المبنى، الدورات التي سوف تجريها غرف التجارة، غرفة تجارة أخترين أيضا لها أهمية، سيكون العمل على تدريب التجار الصغار ومساعدة التجار الكبار. التجارة التي نتحدث عنها هي التجارة التي تخص المعابر المشتركة بين سوريا وتركيا. تقوم غرفة التجارة على تسهيل هذا العمل، مراقبة أنشطة التجار، مراقبة مشاكلهم، لديهم لجان رقابية وتموينية على حركة السوق، يحاولون قدر الإمكان ضبط الوضع. هذا المبنى هو بداية لمباني أخرى إدارية، نفتقد نحن في مجلس أخترين للمباني الإدارية بشكل عام. يعني الآن غرفة التجارة تقوم بإنشاء مكتب الرياضة والشباب، أيضا لديهم أعمال أيضا في المستقبل في المناطق التي فيها حركة تجارية وصناعية، المعامل، الورشات. لدينا أيضا مشروع إنشاء منطقة صناعية وتجارية، إنشاء أسواق وبازارات في القرى، تنشيط الحركة التجارية الصغيرة، ثم يعني طلب العون من الأخوة الأتراك لمساعدتنا في قانون الصناعات. سوف نقوم إن شاء الله في المستقبل القريب خلال العام، يعني سيكون الوضع مختلف جدا في الميدان التجاري. كما تعلمون منطقة أخترين هي منطقة زراعية، النشاط التجاري هو نشاط طارئ يعني عليها، لكن لقي استجابة يعني من الناس كون الموقع متوسط. التاجر ممكن أن يكون صاحب رأس مال الصغير وصاحب رأس مال الكبير، نحاول أيضا استقطاب الجميع على مختلف مستوياتهم. نأمل أن تكون يعني هي لبنة أو حجر أساس في انطلاق النشاط التجاري في المنطقة. هذا الأمر ينعكس ليس فقط على التجار، ينعكس على التجار والمجتمع والناس، حتى ينعكس على مستوى الخدمات التي يمكن أن يقدمها المجلس بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في كل منطقة درع الفرات. شكرا لكم على هذا اللقاء.